هيا بنات واحلى بنانين شيرو في الدنيا دي كلها. فيديو النهارده يا بنات حماسي جدا جدا جدا، ومن سلسله الفيديوهات اللي انتوا بتحبوها وهي المشتريات باي ماي اون ماني. هوريكم بقى شويه مشتريات ولبس كتير جدا كنت اشتريته قبل العيد، وكنت ناويه ان انا اعمل لكم فيديو وافرجكم على كل حاجه من اللبس اللي انا اشتريته، بس مع الاسف وللاسف انا ملبستش اللبس ده نهائيا، لاني طبعا زي ما انتوا عارفين انا اصبت بالكورونا وتعبت بلا 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 كتير. اللي ما يعرفش ايه اللي حصل لي يشوف الفيديو اللي شرحت فيه كل حاجه كنت بمر فيها. وعشان كده لما بقت صحتي كويسه وبقيت قادره، وطبعا عايزه البس اللبس وعايزه كمان اوريه لكم، والله يا بنات اللبس لسه بالتيكيتات بتاعته وهتشوفوا كل حاجه، فانا قلت يلا بينا نعمل فيديو لبنانيت شيرو ووريهم اللبس بتاعي والحاجات اللي انا اشتريتها، وكمان عشان انا عايزه اعرف رايكم في التعليقات وتقولوا لي ايه رايكم في ذوقي. بس قبل ما نبدا الفيديو نحط لايك كتير كتير كتير، بصوا عايزاكم تفجروا زر اللايك وتكتبوا لي تعليقات حلوه زيكم، ولو انت لسه جديده معايا وما اشتركتيش في القناه اشتركي في القناه بسرعه وفعلي زر التنبيهات عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا بقى عشان انا ابتديت ارغي كتير قوي قوي، وخدنا على بعض جامد جدا وعماله برغي شمال ويمين وانتوا بتزهقوا من رغي، فيلا بينا نبدا الفيديو. اول طقم جبته يا بنات كانت طقم الفورمال ده، جبت البنطلون اللي هو زيتوني غامق، وطبعا جبت الشميز اللي فوقه ده عشان خاطر مثلا لو راح انترفيو او راح اي حاجه عمليه يبقى عندي طقم فورمال، لاني ما عنديش خالص الاستايلات بتاعه الفورمال، فجبت الطقم ده. طبعا الشميز يا بنات طويل لحد هنا، يعني لو عايزه تطلعيه بره او تلبسيه مفتوح زي ما انت حابه، انا بحب ادخله جوه البنطلون. فده اول طقم فورمال انا جبته. القماشه بتاعه البنطلون كمان يا بنات حلوه قوي، وكمان جبت برده حاجه واسعه حلوه قوي من فوق اقدر البسها كمان على البنطلون ده، هوريها لكم. بس قولوا لي برده رايكم في التعليقات، قولوا لي الدرجه دي لايقه مع الدرجه دي ولا اجيب درجه افتح، برده يعني اقترحوا عليا في التعليقات ماشي. بصوا انا جبت برده درجه ثانيه للبنطلون والستايل واسع، فانا هلبسها وهوريها لكم دلوقتي. تارارام اهو يا بنات البلوزه الثانيه اللي انا قلت لكم عليها، برده طويله من ورا وقصيره من قدام، ودي انا جبت منها درجتين، جبت الدرجه الاوليف اللي هي في اول الفيديو وهوريكم الطقم برده في الفيديوهات، وجبت الدرجه الفاتحه دي برده منها فورمال لو راح اي انترفيو اي حاجه فورمال عمليه تمشي، وفي نفس الوقت برده اقدر البسها على بنطلون جينز هتبقى كاجوال، واقدر ادخلها كمان من هنا في البنطلون، لانها حلاوتها انها جايه قصيره من قدام وطويله من ورا زي ما انتم شايفين كده، مناسبه جدا للمحجبات والمش محجبات كمان، هي بكم تقدري تتني بكم زي ما انت عايزه، فده برضو اقدر انسق على البنطلون. فقولوا لي البنطلون ده الشميز الاول حلو ولا البلوزه دي اللي حلوه، ويلا بينا ننقل على الطقم اللي بعده. تارارام نيجي بقى للحلويات والكياته. طبعا انا في الجيبات مش دايما بلبسها كتير جدا، فجبت الجيبه دي، طبعا هي بليسي وطلعت ترندي جدا، بس لما لقيت منها اللون الموف جبتها، حلوه قوي لانها واسعه وجميله. وطبعا التيشيرت ده، بس انا عارفه ان التيشيرت ممكن يكون مش لايق قوي مع الجيبه عشان ازرق وكده، بس في موف على فكره من هنا يا بنات زي ما انتم شايفين كده اهو، في موف، فالتيشيرت حلو قوي فعلا على الحقيقه عليه وشكلها حلو جدا، والتيشيرت كمان تقدروا تلبسوه على بناطيل جينز زي ما انتم حابين، بس الستايل طبعا حلو قوي على الجيبه مع اكسسوارات بقى، مع شنطه مع سليبر مع كوتش ابيض، الطقم بيبان. انا جايه بس بوريكم الحاجات اللي انا اشتريتها ماشي، قولوا لي بقى رايكم في التعليقات على الطقم الحلو ده، ويلا بينا نروح للي بعده. واجد لكم بالجم بصوت الحلويات، الحلويات ايوه بقى. مش عايزه اقول لكم انا اول ما شفت الجم بصوت ده انا حبيته واغرمت بيه قد ايه. انا من الناس اللي صعب جدا تكون عندها اللون الاسود كتير، او يعجبني اي حاجه في الاسود، بس
لما شفته او ماي جاد او ماي جاد، انا حرفيا انبهرت بيه جدا، جامد بجد جامد. الخامه بتاعته كتان، اقدر البسه في اي وقت، مناسب جدا. ولو انت محجبه تقدري تلبسي فوقه جاكيت جينز، او انا لو حابه اغير الستايل هلبس فوقه جاكيت جينز. الوسط بتاعه حلو كمان، الرجل بتاعته استك يا بنات، في جيب تقدري تحطي ايدك تاخدي فوتوشوب تلزوز تتدلعي. فمن احلى الجامب سوت اللي انا حبيته وشفته، فانتوا كمان قولولي رايكم عليه في التعليقات. عجبني وخصوصا التسريحه الجديده اللي انا عاملاها، او ماي جاد لايقه جدا مع الجامب سوت اللي انا لابساه. بذمتكم ايه رايكم؟ انا عايزه رايكم وتقولولي رايكم. حلوة قوي صح؟ يلا بينا نروح للي بعده. وجت لكم عاشر تقريبا، مش فاكرة. جبت بقى الدريس ده بنات، حلو قوي، والقماشة بتاعته شيفون ومتدرج زي ما انتوا شايفين كده. تقدري برضو تحطي حزام زي ما انت عايزة، هو في حزام اصلا اهو، بس ممكن تغيري الحزام وتحطي الحزام اللي انت عايزاه. تقدري كمان تلعبي في الحزام، تجيبيه كده لو انت ما انتش عايزاه بس يبقى من ورا وعايزاه كده من قدام، تقدري تغيريه خالص بحزام تاني لون مختلف عشان تكسري مثلا زي ما تحبي. هو طويل يا بنات، يا دوبك على وش الرجل، فطبعا انا طويله ما شاء الله يعني كده. برضو اول مره في حياتي البس دريس بالجمال والحلاوه دي، كنت دايما عندي شك في ان الدريسات هتبقى حلوة عليا، هتبقى جميلة، بس بصراحة لما شفته عجبني جدا وقلت يبقى جميل جدا البسه اخرج بيه. احنا في مصيف، احنا في صيف، وما رحتش صيفت ولا لبست اي حاجة، بس ان شاء الله هلبس كل اللبس ده وهخرج. لو هلبس واتمشى وارجع هلبسه، يعني هلبسه هعمل ايه؟ هسيبه؟ اكيد لا. ف قولي له رايكم في التعليقات وقولوا لي حبيته ولا لا، عشان انا حبيته جدا جدا جدا. وجيت على الحلويات، الحلويات ايوه. جبت يا بنات كمان الطقم الحلو ده، ده بنطلون باجي فيه سوسته من هنا وجيوب زي ما انتم شايفين كده، وكمان في ديزاين حلو قوي من الرجل، جميل جدا يعني. وجبت فوقه الجاكيت ده، بصوا الجاكيت خفيف جدا مخرم زي ما انتوا شايفين، وفي الوان حلوه قوي. تقدري تلبسيه مفتوح، تقدري تلبسيه مقفول زي ما انت حابه. انا حابه الستايل يكون مقفول، تقدري برضو تعملي كده زي ما تحبي. تقدري تلبسيه برضو على بنطلون اسود، يعني تقدري تنوعي فيه وكمان تغيري في التوبات، لان هو لونه اسود وداخل فيه الوان كتيره قوي زي ما انتوا شايفين، يعني كمان فرصه ان انت تلبسي الطوبات اللي انت عايزاها. وده شكله اهو يا بنات زي ما انتوا شايفين بالظبط كده، بس خلوني افتح لكم الجاكيت عشان انتوا كمان تقولوا لي رايكم، هل وهو مفتوح حلو ولا وهو مقفول احلى؟ بصراحه انا شايفه والجاكيت مقفول شكله اشيك واحلى، والستايل كله باين، ما حبيتوش قوي وهو مفتوح، فخلوني اقفله تاني عشان انا حابه شكله وهو مقفول. صراحه جامد يا جماعه، جامد بجد يا بنات. او ماي جاد، امتى بقى هنخرج ونسافر ونصور بالحاجات الجميله دي؟ قولولي رايكم في التعليقات بسرعه. واخيرا الطقم ده يا بنات اللي انا ابتديت لكم بيه الفيديو، بصوا القماشه بتاعته خفيفه جدا وناعمه جدا على بنطلون جينز، كمان طويله من ورا زي ما انتم شايفين كده، ولبستها على بنطلون مامفيت، البنطلون حته واحده عذرا للشبشب. وبصوا حلوه قوي، تقدري تطلعيها كمان بره زي ما انت عايزه، تقدري تدخليها في البنطلون تعملي ستايل، تحطي حزام زي ما تحبي. انا حبيتها قوي، كمان اللون اوليف اللي هو الزيتوني الفاتح جدا، خفيفه كمان، هي 3 ارباع كم، يعني لو انت مش حابه تلبسي مثلا بنص او كده، الكم بتاعها حلو قوي كمان، يعني تناسب المحجبين
وتقدري تتنيها زي ما انا تنيها كده، لان هي فيها زرار من هنا خفيفة قوي وحلوة ومريحة جدا في الحر ده. ايه رأيكم بقى؟ بصوا التيكت بتاعها والله لسه بيه اهو، يعتبر دي اول لبسة للبس بتاعي كله وانا بقيس لكم اللبس. بصوا طبعا الستايل لسه في شنط وفي اكسسوارات كده، فانا كان كل تركيزي في ان انا اوريكم اللبس بس. طبعا واحنا بنخرج بننسق وكده، فقولوا لي ايه اكتر حاجه انتوا حبيتوها وكمان اكتر حاجه حسيتوها ان هي شبهي ولايقه عليا. انا بالنسبه لي حبيت كل اللبس اللي جبته، فقولوا لي بسرعه كل حاجه حبيتوها في التعليقات. ولو عايزين تعرفوا الاسعار او اي حاجه برده ومنين اكتبوا لي في التعليقات، او روحوا على الانستجرام هنزل لكم هناك برده كل حاجه بالتفاصيل، كل صورة الطقم وكل حاجة والاسعار عليه. فقبل بقى ما انهي الفيديو معاكم، حطوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد. بحبكم جدا وبس والله.